خالد رحمه الله كان ينقل، كان يقول أنه كانت امرأة كان يذكرها، هذه كانت تقول: أنا ما أتمكن أواسي سيد الشهداء، إحنا المفروض أن نواسي سيد الشهداء بمقدار الإمكان، بمقدار الإمكان. الذين يمشون حفاة في اليوم العاشر وليلة الحادي عشر يستذكرون عيالات الحسين، أطفال الحسين الذين كانوا يمشون في تلك الصحاري وهم حفاة، تجسيم مواساة. إحنا إذا كان بإمكاننا، هذه المرأة كانت تقول كما ينقل الوالد، يقول: أنا ما أتمكن أواسي سيد الشهداء بأن لا أشرب الماء، إذا كنت أتمكن ما كنت أشرب الماء إلى آخر حياتي، ولكن أتمكن أن لا أشرب الماء البارد. الماء الحار لا يروي القلب، كيف أروي قلبي من الماء البارد وقد قتل الحسين عطشان صلوات الله عليه. يقول: لم تشرب الماء البارد إلى آخر حياتها. كان يذكرها من هي، توفيت طبعا، كان واحد من الحاضرين من العلماء عندما الوالد نقل هذه القضية، قال تعبير جدا لطيف، قال: هذا وفاء الألف عام. عندنا وفاء يوم، وفاء عشرة أيام، وفاء عام. إحنا أمواتنا عندما يموتون بعد عام ننساهم، بس هذا وفاء الألف عام، هذا وفاء ألوف الأعوام، يستمر هذا الوفاء عند المؤمنين الأوفياء.